شكرا خالد حامد البلوي المشرف على كرة القدم من نادي الاتحاد، نرحب فيك ومبارك لكم أول فوز في الشرائط عشان نختصر الموضوع. أول شيء الله يبارك فيك، الاتحاد يمكن الموسم هذا أنه ما فاز على الشرائط، والاتحاد متعود حتى على في نتائج كبيرة فاز فيها على الشرائط. الحمد لله، يعني أنا أقول لك صراحة يعني انبسطت في الفوز، يعني فرحة كبيرة لأنه في النهاية أنت تكسر حاجز اللي هو الخسائر والتعادلات في الملعب. الحمد لله أنه اليوم الاتحاد كسب، أوكي ما توفقنا في مباريات كثيرة ضيعنا أهداف، بس الحمد لله اليوم في النهاية أنك كسبنا وحصلنا على 3 نقاط نضمن فيها شوي، أنك تضمن مركز كويس. احنا يعني ما نتمنى أن نكون في الصورة هذه، بس الظروف يعني حكمت، والحمد لله يعني إن شاء الله بإذن الله أن نقول هذا فوز يعطينا دافع للمرحلة القادمة اللي هي تكون مرحلة أصعب. لياقتك ما شاء الله في السرعات ما شاء الله اليوم ممتاز، بعد الهدف الاتحادي شفنا انطلاقتك من الدكة للحكام، كنت بتكنسل التغيير حق مختار. اي يعني انت عارف اول كان المدرب ساحب شاندرو وبينزل مهاجم، لانه خلاص احنا التعادل زي الخسارة بالنسبة لنا، سجلنا الهدف كان الحكم رافع لوحة التغيير على أساس أن يغير، فأنا على طول يعني رجعت، لأني عارف وجهة نظر المدرب أنه هيكون أكيد التغيير هيكون تغيير دفاعي ما هيكون تغيير هجومي، ما هتلعب في 3 مهاجمين وأنت متقدم، وتهمنا صراحة النتيجة، والحمد لله في النهاية أنه الاتحاد كسب 3 نقاط وهذا اللي احنا نبحث عنه. أنا أقول لك الاتحاد متعود دائما أنه فريق بطولات فريق، بس في المرحلة هذه صراحة كنا نحتاج الفوز هذا صراحة، تكسر حاجز نفسي وناس كثير. يعني أنا أقول لك الشرايه صعب، وانت هتكون هتخش في مرحله كاس الملك، تعرف مباراه ذهاب واياب، واحنا صراحه انا اقول لك احنا تركيزنا كله هيكون اعداد لي ان شاء الله باذن الله لكاس الملك، ان ما نقول نحقق كاس الملك، طموحنا اكيد احنا نحققه، بس ان شاء الله باذن الله مستوى الاتحاد يتحسن وتكون الامور افضل بكثير ان شاء الله في المرحله القادمه. سؤالي من جزئين، في عمليه التحضير لبطوله كاس الملك، ايضا في ظل الظروف اللي تعانونها الماديه في رواتب اللاعبين، كيف قادرين تتعاملون مع اللاعبين؟ وفترة التوقف كيف راح يكون تحضيركم خلال فترة التوقف لمشاركة المنتخب الآسيوي؟ والله شوف احنا بالنسبة لنا الحين كظروف المادية، يعني انا صراحة يعني للأمانة انا حاب اشكر اللاعبين، والله العظيم اقسم بالله كلمة حق تنقال، جمهور الاتحاد المفروض يقدر النجوم هذولي صابرين واقفين معنا في فترة التسجيل ما بعد فترة التسجيل، متساعدين معنا عائلة واحدة صراحة، يعني عائلة واحدة، الناس كلها تتكلم على انضباط، يعني أنا أقول لك الظروف المالية ما أثرت علينا من نواحي انضباطية نواحي فنية، بس في النهاية هم بشر أكيد أنه بيتأثرون في الأمور تخص الأمور المالية صراحة. يعني أنا أقول لك الإدارة ما هي مقصرة، يعني تجتهد وتقاتل وتحاول أنها توفر حلول. أنا أكلمك من فترة التسجيل لين اليوم الإدارة قاعدة تقاتل على جبهة واحدة، أستاذ محمد فايز صراحة أشكره، أستاذ عادل جمجوم اللي أنا شهادتي في الرجل هذا صراحة مجروحة، يعني ما أبغى أتكلم إني أقول في الشيء، يعني قلت كلام كثير فما أبغى أتكلم، لأنه في النهاية هو معي يوميا معي أنا وياه نقاتل، لما تقاتل مع شخص ويقاتل معك الأمور ما تجي، بس إن شاء الله بإذن الله اللي أنا شايف إنه هتنحل، يعني ما أقول لك كل الأمور المالية هتنحل بسهولة، حتى إحنا متفاهمين واللعيبة متفاهمين ظروف النادي، بس صراحة يعني احنا في فترة 20 يوم هذه قبل كأس الملك يجب انه نقف وقفة جادة من ناحية حل المشاكل المالية اللي احنا نحتاجها، والمفروض الجميع يوقف مع الإدارة في حل المشاكل. احنا من هنا لنهاية الموسم اقل من 3 أشهر نخلص الموسم، بعدين يحاسبوا، يبغوا يجيبوا إدارة جديدة، يبغوا يجيبوا مدير فريق جديد، يبغوا يسووا كلنا. انا اكلم كان بالنسبة لي اسهل شيء اقول مع السلامة وامشي، الحين الظروف صعبة كلنا موجودين، وفي نهاية الموسم صدقني كثير ما هيكمل، وأنا ممكن واحد منهم، أنا أقول لك 90% أنا بعد نهاية الموسم ما أقدر أكون موجود، بس المرحلة هذه تحتاج التفافة من الجميع صراحة، هذا اللي نطلبه، تركيز، الضغط اللي قاعد يصير من برا على اللاعبين، كبر السن مش عارف إيش، شوفوا معدل أعمار اللاعبين في نادي الاتحاد وروحوا شوفوا معدل أعمار اللاعبين في الأندية الثانية. أنا أتحدى إذا كان نادي الاتحاد ما هو من أقل الأندية معدل أعمار، أنا معدل أعمار لعيبتي 24 سنة. السؤال الأخير، ماذا عن استضافة شركة هاتريك لنادي الاتحاد في معسكر خلال الفترة القادمة 10 أيام في الكويت؟ والله شوف احنا بالنسبة لنا كنا مرتبين معسكرنا على قطر،
يعني كل الأمور، حتى الرئيس وعادل جمجوم قالوا لي خلاص رتب، وكنا مرتبين الحجوزات وإنه إن شاء الله كنا هنروح قطر. كلمني أمس أو قبل أمس الأستاذ عبد الله الحمدان مشكورا، وطلب مني قال أنا عندي أبغى استضيفكم في الكويت وأرتب لكم مباريات ودية وأبغى استضيف نادي الاتحاد. وأنا صراحة من محبين اللاعبين، وعندهم مؤتمر يوم الخميس للاعبين، وأنا حاب إني إنكم تكونوا ضيوف عندي وأرتب كل الأمور. قلت لها شوف الإدارة وأرجع لك. شفت الإدارة وافقنا له، حتى الجوازات اليوم على أساس تأشيرات وتعرف دخول الكويت أرسلناها له. وصراحة إحنا نشكره على إنه بحث إن الاتحاد يكون موجود معه، وإن شاء الله بإذن الله إن تكون الأمور طيبة في المرحلة القادمة، وإنه المعسكر يكون يؤدي الغرض اللي المدرب هو صراحة من يوم مسك قال أنا أحتاج معسكر لإعداد الفريق من جديد، لأنه الفريق صراحة يحتاج إعداد. هذه وجهة نظر المدرب وهذا تقريره، وكانت الإدارة تبحث عن الشيء هذا وتحاول توفر له الشيء اللي هو يبغاه. نتمنى لكم بالتوفيق ونشكر تواجدك معنا وريحيتك في مصر. الله يعطيك العافية، أشكرك حبيبي. شكرا للأستاذ حامد البلوي مدير الكرة بفريق نادي